السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوع اليوم بإذن الله موضوع برنامج اليوم 11 من أيام رمضان المباركة، وحلقتنا اليوم فريدة من نوعها لأنها فيها تحصيل من العين والحسد الذي يأتيك من العائلة والأقارب أو حتى من الجيران، لأن 90% من المصابين تجد عندهم عين العائلة والأقارب وحسدهم وإعجابهم، لأن العائلة والأقارب هي التي تعرفك هل أنت ذكي أم غير ذكي، العائلة والأقارب هي التي تعرفك هل عندك مال أم ليس عندك مال، العائلة والأقارب هي التي تعرف كم من منزل عندك وكم من يعني أموال وكم من تجارة وإلى غير ذلك من الأمور. فالحسد والعجب والإعجاب والحسد والحقد والانتقام كله يأتي من العائلة والأقارب إلا أن يهديهم الله. إخواني أخواتي، برنامجنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى للتحصين من العين المعجبة والخبيثة التي تصيبك من العائلة والأقارب. فهذا البرنامج يكفيكم أن تقوموا به يوميا بإذن الله تبارك وتعالى لأجسادكم، أو على الأقل مرة في الأسبوع كل اثنين وخميس بإذن الله تبارك وتعالى. ركزوا معي جيدا، هذا البرنامج بإذن الله يتكون من المسك الأسود، أن يكون عندكم ولو حتى قنينة صغيرة مسك الأسود، أن يكون عندكم ماء هكذا فيها القسط الهندي، قسط الهندي ماء، إذا كان عندكم في روح الفجل فجيد، لم يكن عندكم بإذن الله تبارك وتعالى تكون عندكم زيت الفجل وزيت السدر، فإذا لم يكن عندكم روح الفجل فاستعملوا زيت السدر أو زيت الفجل، يعني يكفي أن هذه الوصفة يكون فيها ثلاثة عناصر فقط: ماء القسط الهندي وقطرة المسك وقطرة زيت السدر أو روح الفجل أو زيت الفجل، ممتلات عناصر فقط. هذه الوصفة كيف نستعملها بإذن الله تبارك وتعالى؟ نأخذ الماء، ماء القسط الهندي، فهو فيه شفاء وبركة وتحصين للعين والحسد للجسد، العين والحسد التي تصيبك من العائلة والأقارب. تأخذ الماء بإذن الله تبارك وتعالى هكذا وتضعه في هذا الرشاش، ركزوا معي، ماء القسط الهندي إن شاء الله، ثم نضع فيه قطرات، هذا روح الفجل، روح الفجل نضع فيه قطرات فقط لأن رائحته ما شاء الله، نضع قطرات فقط، ثلاث قطرات أو أربعة أو حتى خمسة فقط، ونضع بإذن الله تبارك وتعالى قطرات من المسك الأسود أن يكون مرقيا كذلك، ولا بأس أن ترقوا حتى هذا الماء بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا لم ترقوا المسك وحده وهذا والزيت عليكم أن ترقوا هذا كاملة بإذن الله تبارك وتعالى مخلطة. وهذا رشاش، هذا رشاش يحصنك بإذن الله تبارك وتعالى من عين العائلة والأقارب. إذا صنعت هذا الرشاش في بيتك فقد يبقى عندك في البيت لمدة 20 يوم أو شهر، ترش بها جسدك، ترش بسيارتك، باب عتبة البيت ترش به بيتك لا بأس إن شاء الله. الذي العين الخاصة بهذا الموضوع هي عين الجسد، يعني كيف ترش جسدك، يعني تنزع الملابس كلها وترش جسدك هكذا بإذن الله تبارك وتعالى كله هكذا كما ترون على الكاميرا، ترش جسدك كاملا هكذا عندما تكون عاريا، ترشه في الظهر وفي الأكتاف وكل شيء، وتتحصن من هذه العين بإذن الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. سيقول لي مصاب أو مصابة من إخواني المباركون: ماذا سنقرأ على هذه الوصفة؟ ستقرؤون عليه سورة الضحى 100 مرة، وتقرؤون عليه هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر أعين وحسد العائلة والأقارب، كذلك بإذن الله 100 مرة. فإذا قرأتهم بإذن الله تبارك وتعالى يقرأ عليهم سورة الفلق 7 مرات، وها أنت إن شاء الله تحصنت من العين وحسد العائلة والأقارب. فإذا فعلت هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى، قرأت في الزيت، قرأت في هذا الماء بإذن الله تبارك وتعالى الذي سترش به جسدك كل يوم أو كل اثنين وخميس أو يوم نعم ويوم لا على قدر استطاعتك ومجهودك، فإن استطعت أن ترش به الجسد يوميا
فأقول لك هنيئا لك بإذن الله. سوف تخف أكتافك من العين والحسد الذي يأتيك من الأقارب. لأن لماذا بالضبط ركزت على هذه الوصفة وفي هذا اليوم المبارك من أيام الله تبارك وتعالى؟ ولأن العائلة والأقارب دائما تذكرك في مجلسها، وكلما ذكرتك في مجلسها أو أمامك في عيانا فكلما تقلت عليك الأكتاف ومرضتك هذه العين والحسد. فهذه العين والحسد إذا كانوا يتكلمون على العموم أنك تاجر عندك مال كثير، عندك ضياع، عند تجارة كذا، فإن العين تسبب لك الإرهاق البدني كامل، الإرهاق العام. فإذا كانوا يتكلمون على ذكائك ودراستك ونجاحك وإلى غير ذلك، فإن هذه العين تصيبك كذلك في صدرك وعلى الأكتاف والدماغ، تؤثر لك على الدماغ أكثر، يكون عندك نسيان، خمول وكسل، لا تحب الدراسة ولا النجاح، يعني تسقط في الامتحان، تسقط في الجامعة، تسقط في كثير من الأمور، حتى تصيبك العين في رخصة، حتى رخصة السياقة. هناك من تصيبه العين حتى لا يستطيع أن يأخذ رخصة السياقة بسبب العين التي تصيب على الذكاء، أصبح بليدا في دماغه من كثرة العين التي يصاب بها من العائلة والأقارب. عليك أن تجلس أخي المصاب في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان اليوم العاشر وتقرأ سورة الضحى 100 مرة وتزيد عليها أعوذ بكلمات الله التامة من شر عين وحسد العائلة والأقارب، وتقول هذا الدعاء الأخير 300 مرة بإذن الله تبارك وتعالى، أو 500 مرة. إذا استطعت أن تقولها 500 مرة مع سورة الضحى 100 مرة فهنيئا لك. إذا لم تستطع فاقرأ على قدر مستطاعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ما لا أكثر عليكم وأقول لكم 300 فإن أقولها بقلبي الخالص، لأني أعلم أنها ستؤثر عليكم تأثيرا شديدا، تأثيرا بليغا، وسوف تشعرون بانشراح الصدر، وستدعون معي في أخير الحصة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا إخواني أن هذه الوصفة صالحة لأطفال الصغار، فهي لا تؤذيهم ولا تسبب لهم أمراض جلدية ولا حساسية ولا أي شيء، فهي تفيد الصغار الكبار والنساء جميع الأجناس من الناس. السلام عليكم.